انا كلمة انا ونخش على سجل الارباح، بقى معايا 16 جنيه زي ما انتوا شايفين. بصراحة يعني منصة جميلة جدا وفيها مصداقية، واتمنى ان انتوا تجربوا حظكم فيها. واهم شيء ان انتوا تعملوا مشاركة للكود اللي الناس تخش عليه، عشان كل ما حد يخش على المنصة دي بيكسب، بيكسب وبتاخد انت هو بيكسب وانت بتكسب، انت بتاخد 5 جنيه على كل نفر. دوت موقع ال جي، وهسيب لكم رابط الموقع اسفل الفيديو. هتخشوا بتسجلوا تسجيل عادي، بتعملوا رقم التليفون وتعملوا باسورد، وفي رقم اللي هو رمز التحقق بتكتبوه، اللي هو رقم هم كاتبينه لكم بتكتبوه عادي، وبعدين بيبعتوا لكم رساله على التليفون، رساله تاكيد، بتكتب الرقم اللي هيجي لك على رساله التاكيد، وبتدوس على تسجيل دخول، تسجيل في الموقع. كده دخلنا على الموقع وفتحنا الموقع عادي، وجايب لك هنا الارباح، ارباح اليوم وارباح امس. دي الصفحة اللي هي الصفحة بتاعتك، تخش تشوف انت عندك ارباح قد ايه. دي واجهة الموقع، الواجهة اللي بتفتح قدامك اول ما بتخش على تسجيل الدخول. لو نزلنا تحت كده هنلاقي علامة اسمها الفي اي بي. لو احنا دخلنا على الفي اي بي، دي اتفاقية بتاعة الموقع. لو احنا دخلنا على الفي اي بي، ديت انت ليك 4 مهام فقط مجانية في اليوم. لو انت عايز تزود المهام بتدفع، بتحط ايداع في الموقع من اول 500 جنيه، 2000 جنيه، 5000، 10000، وانت طالع يعني. فانا ما انصحش ان انتوا تدفعوا اي حاجة في الموقع، فاحنا ممكن نستكفي بال4 مهام. انت لو عايز تزود المهام دي حاجة حرية شخصية ليكو. انت بتخش على ال4 مهام بتعملهم في اليوم، المهمة ب4 جنيه، لو انت عملت 4 مهام 16 جنيه. ولو انت خدت رمز الكود بتاعك الشخصي ونشرته على الواتساب وعلى التواصل الاجتماعي، وفي ناس دخلوا على الموقع عن طريق الكود بتاعك، كل شخص بيخش يسجل ب5 جنيه، انت هتاخد 5 جنيه على كل شخص. طبعا اللي كلمة المهام تحت دي بتخش هنا على المهام، هنا في مهمة تبع التيك توك، لو احنا ضغطنا عليها بيقول لك تم استلام المهمة، تم استلام المهمة، تمام. طبعا لو قال لك المهمة ممتلئة خلاص بتفوتها وبدور على غيرها، اللي ممكن يكون ان في مهام امتلأت. طب هنا كاتب لك تم استلام المهمة. طبعا هنخش على موقع تاني اللي هو اليوتيوب. طبعا موقع اليوتيوب فيه كتير قوي مهام كتيرة، نقعد نضغط لحد ما بنلاقي المهمة اللي فاضية، ده كل المهمات ممتلئة. ندور ندور لحد ما هنلاقي ان شاء الله مهمة. لقينا مهمة هنا، تم استلام المهمة بنجاح، ادي مهمة، اتنين، تلاتة، وكان في مهمة من الاول اللي هي بتاعت التيك توك، يبقى كده 4 مهمات، ومينفعش ناخد اكتر من 4، كده مينفعش ايه ناخد اكتر من 4. عايز الخمسة بتشترك. كده هنخش على سجل المهام، وزي ما انتم شايفين كده اول مهمة بنخش على نضغط على رابط الفيديو، وبنخش على رابط الفيديو، تمام، اللي هو العلامة الزرقاء، بيفتح معانا هنا اليوتيوب. بتعمل ايه؟ بتخش تعمل لايك للفيديو دوت واشتراك في القناة ديت، تفعيل الجرس وكده، وبتصور الشاشة وبتاخد الصورة وبتبعتها للموقع سكرين شوت كده، تبعته للموقع، تدوس هنا كلمة اضافة لقطة، بتدوس على علامة الزائد، بتعمل سماح، بتخش على ملفات وبتنزل الصورة عادي جدا. معانا تختار الصورة اللي احنا صورناها على صورنا الشاشة سكرين شوت، ونعمل حفظ،
بندوس على الكلمة بيقولك اضغط هنا فوق. تم طبعا، راحت للمراجعة هنا، المهمة راحت للمراجعة. طيب هندور على المهمة التانية، وهنعمل في المهمات التلاتة اللي فاتوا نفس اللي عملناه في المهمة الأولانية. بنخش على الفيديو نتفرج عليه، ندي لايك ومشاركة واشتراك في القناة، بنشترك في القناة ونعمل لايك، وبعدين نعمل سكرين شوت للمنظر اللي احنا عملناه وبنضيفه ونبعته للموقع عشان نثبت ان احنا اتمينا المهمة بنجاح. بنضيف الصورة، طبعا كل يوم ليك 4 مهام بتعملهم كده. احنا ايه المهمة التانية خلصناها. هنا المهمة التالتة على التيك توك، بتخش بتعمل الرمز القلب، دوس على القلب الاعجاب وتشترك فيه وتعمل متابعة لصاحب الفيديو، وبتعمل برضو سكرين شوت وبتروح على الموقع وبتبعت الصورة ان انت اتميت المهمة. هتروح نفس الحكاية وكده احنا خلصنا كل المهام. كده احنا خلصنا كل المهام، بقى عندنا 4 مهام في المراجعة، قيد المراجعة. ممكن يقعدوا مثلا ربع ساعة او حاجة في المراجعة، وبعد كده هتخش على ايقونة المنجز ان انت انجزت 4 مهام، وديت جوه محتويات الموقع. طبعا هنا علامة الارباح، سجل تنزيل التطبيق، ديت هتلاقي كلها محتويات جوه الموقع او المنصة. وطبعا لو دخلت على علامة انا، تعمل هنا تدعو الاصدقاء، بتنسخ الكود بتاعك على الموجود عندي علامة الموقع اللي هو الحساب بتاعك، بتنسخه وبتشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي عشان كل اللي يخش على الموقع ده او عن طريق الرابط بتاعك بتاخد 5 جنيه على كل شخص. ولو دخلت على كلمة انا تحت في خالص، هتلاقي هيفتح لك الصفحة ديت، فيها هنا الرمز، الصورة، فيها طريقة الدفع. وطبعا افضل طريقة دفع هي فودافون كاش، هي امن طريقة لدفع. طبعا لو فيزا او كده لا، انصحكم يعني هي فودافون كاش على طول. طبعا هنا دخلنا على المهام، هنا المهام لسه في تحت المراجعة بيراجعوها، واول ما يتوافق عليها هتتحول على المنجز. وهنا عند الصورة او الرمز بتختار الصورة اللي تناسبك سواء بنت او ولد، وبتختار الصورة عشان تبقى الرمز الخاص بيك. في صور هنا ايقونات كتيرة جميلة، ممكن تختار اللي يعجبك. انا كده يا جماعة انجزت ال4 مهام زي ما انتم شايفين، تمام. طيب الحمد لله. هنخش هنا على انا، كلمة انا، ونخش على سجل الارباح. بقى معايا 16 جنيه زي ما انتم شايفين. بصراحة يعني منصة جميلة جدا وفيها مصداقية، واتمنى ان انتم تجربوا حظكم فيها. واهم شيء ان انتم تعملوا مشاركة للكود اللي الناس تخش عليه، عشان كل ما حد يخش على المنصة دي بيكسب، وبتاخد انت هو بيكسب وانت بتكسب، انت بتاخد 5 جنيه على كل نفر. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتعملوا مشاركة للفيديو، واتمنى لكم النجاح والربح دايما يا رب، وكل سنة وانتم طيبين.